الحركيين والحركيات اختتام المؤتمر الرابع عشر ديالهم فعلا طبعوا وبسموا على فصل جديد في تاريخ المسيره النضاليه ديال الحركه الشعبيه. وطبعا هذا الفصل الجديد قوامه وعماده تعاقد متجدد. علاش كنقولوا تعاقد متجدد؟ لان الحركيين اليوم مطالبون باش يخطوا واحد النقد ذاتي على مجموعه ديال النواقص، مجموعه ديال الاشياء اللي ربما ما خلاتش ان الحزب يكون في المستوى ديال التطلعات ديالهم، ولا على الاقل بالشكل اللي هما كيطمحوا ليه. فاكيد اليوم غادي تكون واحد الثوره في التنظيم، ولكن عماد هذا الخيار الديمقراطي، لان فعلا بغينا نخرجوا من الحزب ديال من لا تنظيم الى تنظيم فعلا اللي عنده فعلا التواجد ديالو على ربوع المملكه. لان الحزب اليوم صعب جدا نهضروا على حزب اللي كيتمركز فقط في المركز، او حزب اللي كياخذ مواقف فقط في المركز. هذا كيبان بان فعلا ما كاينش يعني امتداد. فاليوم بغينا تنظيم جديد، تنظيم اللي فعلا كآلية القرب من المواطن على ربوع المملكه، كيحمل الهم ديالو، كيعانق الهواجس ديالو، وكيحملها المركز، كيرفع عليها محليا، وكيرفع كيجيبها المركز ايضا تكون مرافعه عليها، وايضا حتى على مستوى القبه الحركه الشعبيه سيصدح عاليا، وحنا ما غنتوقفوش تنجعلوه في طليعه المشهد السياسي المغربي. وهذا وعد كنعطي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى البوزيدي كاتب الاقليمي حزب الحركه الشعبيه العرائش، نائب رئيس الجامعه العرائش، عضو المجلس الوطني. الأجواء عادية كباقي المؤتمرات السابقة، الجديد قليل، توافقات المصلحة للوطن فوق كل اعتبار، المصلحة للحزب في الدرجة الثانية. العموم اللجان اشتغلت تقريبا هذه واحد مدة ديال 6 شهور ديال الاستعدادات لهذه المناسبة. مؤتمر يعني عادي كباقي المؤتمرات. بالنسبة للأب الروحي ديالنا السي محمد العنصر، أعطى الكثير لحزب الحركة الشعبية، مدرسة، ويحظى باحترام باقي الأحزاب ماشي على الحزب ديالنا، وحافظ على الاستقرار بالحزب الحركة الشعبية منذ مدة. الرغبة ديال التخلي ديالو لان مساله شخصيه ديالو، رغم اننا ما سخيناش به، كيبقى اب روحي ديالنا. تم التزكيه ديالو كرئيس للحزب، الخبره واللي راكمها منذ سنوات باش الحزب ما يضيعش فيها. بالتالي لو كانت مكانه ارقى من هذه يمكن يعدلها الحزب يعطيها له، كان يعدلها. المرشح الثاني ما كنعرفوش، وسي اوزين ناضل وعمل مجهودات وعطى قيمه مضافه قويه للحزب، وشرب من التجربه ديال المرحوم مؤسس الحزب سي احردان، ويتمتع بواحد الجراه ديال الوضع اليد على شي حوايج اللي ما كاينش الجراه ما كاينش في قياديات اخرين. اكيد اكيد راضي على الوضع بصفه عامه، راضي على السي محمد العنصر رئيس الحزب والسي اوزيل الامين العام، لان عاشرناه عن قرب، ينصيت، عنده ما يفيد، الاسئله اللي كتعطيه كيجاوبك عليها، صادق ماشي المراوغه، ويعطي نفس جديد وحماس جديد للحزب. وزين ربما ماشي واحد يترشح، كانوا يترشحوا حتى ثلاثه، حتى الشخص اللي معروف. وهذه الحكمه ديال الحركه الشعبيه، لان يعني علاش كتشوف شي كباقي الاحزاب القيادات ملي كتفاهم
على واحد الشخصيه راه كتفهم. اللي عنده تجارب اولا نائب رئيس مجلس النواب، اللي عنده تجارب وزير الشباب والرياضه، تجربه ديال الجامعه ديال افران، تجربه البرلمانيه، مجموعه ديال المواصفات اللي السي في ملي غتقرا عجبر اللي بغيتي غتجبرو عنده، التكوين الاكاديمي ديالو، التكوين اللغوي، الفكره كيف صياغه الفكره والتنزيل ديالها، يعني مدرسه اخرى جديده عصريه تختلف نوعا ما المدرسه ديال السي محمد العنصر الهادئه الرزينه. السي اوزين ديك الرزانه والصرامه بالصواب داخل الحزب، يعني ما يبقاش ديك الحزب فيه الحشومه، هذا يعني حزب تحت شعار الوفاء لمغرب المؤسسات. حتى المؤسسه الحزبيه غيكون الوفاء للمؤسسه الحزبيه، الهياكل ديالها، المكاتب الاقليميه، المكاتب الجهويه، المكاتب المحليه، حتى الداخل ديك الوفاء لمغرب المؤسسات غنبداو براسنا حنا الاولى كحركه شعبيه. مارك كما شفتوا مر في واحد الاجواء سليمه جدا، وعطى واحد الصوره جميله للحركيين والحركيات اللي مر باختيار محمد الزين كامين عام خلفا للسي العنصر اللي هو اختار باش يمشي رغم التشبت ديال الحركيين والحركيات به، ولكن هو اختار باش يرجع للور، ولهذا بحكم التشبت ديالهم فيه اعطاوه الرئاسه ديال الحزب، لان هذه مرحله جديده من حيث كتولي في واحد الرئيس لمده طويله باش تجي واحد المحطه اخرى انتقاليه تخص يواكبها حتى السي العنصر ويكون رئيس ديال المؤتمر ديال الحزب، وباش وكان عليه الاجماع بدون تصويت وبدون هذا، لهذا القياديين كلهم متفقين، والقياديين كلهم هما اللي اختاروا الزين بحكم الاقدميه ديالو في الحزب وحكم الشرعيه ديالو اللي ثلاثة الولايات كيدير البرلمان وكيدير الجهه وكيدير المجالس القرويه، وهو ابن الحزب وابن السي العنصر كذلك، لانه تعلم على يديه وكبر معاه، وهذا كنتمناو ان شاء الله يكون فيه الخير للحزب ويكون فيه الخير للحركيين، وهمناو الشكر لجميع الحركيين والحركيات. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.